السلام عليكم. في سؤال بيقول لو سمحت، ايه الفرق ان ابدا المشروع ب structure template او construction template او غيرهم، وايه المقصود اصلا ب construction template؟ تفرق ايه عن ال structure؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ايه الفرق بين structure plan و ceiling plan؟ طيب السؤال الاول، لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ابدا مشروع جديد نيو، وبعد كده اقدر اختار من هنا التمبليت اللي انا عايزه، واقدر اقول له براوس واختار تمبليت حتى لو مش موجود في القائمة اللي بره ديت، ولو أنا عايز أغير في القائمة يعني أزود تمبليت في الديفولت، أدخل هنا في الأوبشن وأقول له فايل لوكيشن، وأقدر أعمل زائد وأضيف أي تمبليت أنا عايزه للقائمة ديت. طيب نرجع بقى للنيو عشان نجاوب سؤال إيه الفرق بين الكونستراكشن تمبليت والستراكشر تمبليت. طيب أي تمبليت من دول هو يعني عبارة عن ملف دخلت أظبط فيه بعض الأداة، يعني أنا ممكن أدخل على ملف فاضي وأبدأ أحط فيه تظبيط لليونت، أحط فيه تظبيط للكتابات، أحط فيه تظبيط للخطوط، كل الحاجات ديت بحيث إن أنا معطلش نفسي في الشغل، أحط الستاندرد اللي الشركة شغالة بيه. طيب عندي الأرتكشر تمبليت ده للمعماري، تمام، وعندي ده الاستراكشر، ممكن ادخل وادمجهم مع بعض، يعني احط الاعدادات بينهم مشتركه، واحط مثلا كل الفاميلي اللي انا بستخدمها هنا واستخدمها هنا. تمام، ده ميكانيكال وده البلامنج. عندي هنا الكونستراكشن تمبليت ده بيبقى شامل الاركتشر والاستراكشر مع بعض. خلي بالك ان انت ممكن يكون عندك المشروع كله صغير فعايز تدمج التلاته مع بعض، فانت مجرد بتدخل وتبدا تظبط الاعدادات. يعني هدخل على كونستراكشن تمبليت وابدا اظبط الاعدادات الخاصه ب الفيتنج بتاعه التكييف الضغطات والبلامنج. يعني تيجي ترسم في شغل التكييف والبلامنج في قلب الاركتشر والاستراكشر بتلاقي مشكله. طيب ممكن تضيف برضو تمبليت الكتريكال، تمام، يعني الفكره كلها ان يعني انت مش محكوم بحاجه، انت ممكن تعمل واحد خاص بالفيلا، واحد خاص بالعمارات، ممكن تعمل واحد للاركتكشر بتاع كذا، وده تعمل الاركتكشر بتاع مصر، ده بتاع الامارات، ده بتاع قطر. تقدر تظبط حسب لو في اختلاف كبير، تمام، يعني هنا مثلا بيستخدموا انواع ابواب معينه، وهنا بيستخدموا حاجات معينه، فبتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت هتشتغل بيها. طيب ايا يعني يكن، قلت له اوكي. نشوف السؤال الثاني اللي هو فكره ايه الفرق بين السيلينج والاستراكشر. طيب احنا عندنا ثلاث حاجات، عندي الاركتكشر وده بيبص من فوق لتحت، وعندي الاستراكشر والاي بي بي، الاستراكشر والسيلينج دول بيبصوا من تحت لفوق. الفكره ان الاستراكشر لو انت راسم ام اي بي مش هتشوفه، هيركز على الاستراكشر، تمام، يعني انا عندي هنا الفلور وعندي هنا السيلينج. لو انا عندي، خلينا نرسم مثلا نقول اهوت وعايز احط مثلا السيلينج ليه اهو، فاجي هنا اقول له انا عايز احط سيلينج، ما ظهرش هنا عشان هنا ده الفلور. تعال نروح للسيلينج. طيب الحته اللي دخلنا في السيلينج في هنا ما ننهاش، فخلينا اجي هنا واقول له في الفيس فلتر انا مش عايز فلتر، عايز كل حاجه تسخن. طيب ظهر معايا الشغل بشكل ده. هنا انا ببص من تحت لفوق، تمام، حتى لما تيجي تدخل على الفيو رينج، الفيو رينج هتلاقي ان هو التوب بتاعه مثلا ليفل 2، وبرده الفيو ديبس ليفل 2، هتلاقيه مختلف عن الاركتكشر. طيب دلوقتي هخليه ستراكشر، بس قبل ما اخليه ستراكشر خلينا نرسم مثلا عمود انشائي. خلي بالك عمود انشائي بيترسم ديبس، فانا اقول له هاي عشان يبدا يظهر معايا اهوت. وخليني اروح هنا للسيستمز واقول له انا عايز ارسم ضغط. اه بص التاج مش موجود لان تمبليت. طيب بص لما تيجي هنا مش هيقدر يرسمها، ليه؟ لان انا عندي في فاميلي بيبقى بورت تقدر تحملها من بره المشروع، زي مثلا الابواب زي شبابيك، وفي فاميلي بتبقى سيستم فاميلي بتبقى موجوده مع المشروع زي الهول مثلا، مفيش حد بيحمل هول
من على النت، تمام. طيب حل المشكله دي ايه؟ حل المشكله دي ان انا احمل الفيتنج، وبعد ما احمل الفيتنج اعمل سيلكت على الدكت او البايب او كيبل تري، واجي هنا في الروتنج ريفرنس وابدا بقى اختار القلب. طبعا مش متحمل لان ده ملف معماري او انشائي، بس ده اللي انا اقول له انسيرت وابدا احمل فيه. طيب ده هنا اركتكتشر، تمام. طيب خلينا مثلا نشوف في الفلور، هتلاقي في حاجات بدات تتلغي. طيب خلينا اقول له ان انا عايز هنا واحد من الفيو، هقول له ان انا عايز استراكشر بلين، بيقول لي الاني ليفل، فبقول ليفل 1. هتلاقي الكهروميكانيكال اتلغى، وهتلاقي الانشاء بقى هو ايه الاكثر ضوح. خلينا الديسيبلين هنا اقول له ان ده استراكشر، فيجيب لك اخفى دول، وده الحته دي الزهره بس عشان نتعلم عليها استراكشر، لو شلت العلامه هتختفي، تمام. فهو بيركز على العناصر الانشائي، تمام. يبقى انا عندي هنا الاختار الديسيبلين انشائي لان انا شغال انشائي، وهنا الاستراكشر بلان على اساس ان هو يبص من تحت لفوق مش من فوق لتحت، وده الفلور بلان وده السيري. طبعا لو انت عندك مثلا هنا قلت له ام اي بي ميكانيكال، تمام، مش هيخفي العناصر بس هيخليها خفيفه شويه، ويخلي لو انت تعمل سيلكت كده يركز لك على الحاجات بتاعت الام اي بي، يعني هو عارف ان مهندس ام اي بي اللي اختار الميكانيكال، فبيبدا يظبط الاعدادات بتاعته.